السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. هذه الحلقه غندوي فيها على وان بونش مان، واذا كنتو قريتو مانغا غادي تعرفوا شحال خطيره انكم تفنيو وحوش الاعداء ديالكم بضربه واحده. واذا مازال ما قريتوش هذه المانغا، عندي واحد صديق قديم ممكن يقول لكم جاست دو ات. حنا ماشي في ريفيو دابا، وكما قريتو من العنوان فحنا غنجاوبو على واحد السؤال عميق. لا ما توقعونيش نقول لك ايه، لا ما نقولهاش ايه. اللي هو شنو كان غيوقع اذا ضربك سايتاما دقه واحده في الحياه الحقيقيه؟ بعد ان قرات كتب العلم الحديث تعمقت في جمع المعلومات من هذه الكتب واستعملت جوجل قليلا كثيرا وشوية بزاف. اول حاجه خصنا نعرفو هي القوه ديال الشخص، اي شخصيه متعلقه بالمانجا كان اللي كيرسمها والوضعيه اللي فيها الشخصيه الحاله ديالو الخ. سايتاما في واحد شابيتر قدر يغلب العدو ديالو سونيك. سرعه الصوت، يعني السرعه ديال سايتاما هي 761 ميل في الساعه. افترضوا مثلا بلي الكتله ديال يديه ده واحد المتوسط ديال يدي الانسان اللي هو 250 غرام، وكانت كتحرك بسرعه الصوت ديال 761 ميل في الساعه، غادي تولد واحد الانرجي ديال 144 مليون و 870 الف جول، 4520 قرطاسه من العيار الثقيل ديال 1414 مليمتر. اللي الا حولناها للكالوري كتعطينا 34 مليون و 520 الف كالوري. اللي ممكن تحرق 130 الف طاجين متوسط كالوري ديال 265. زوين ياك. اوكي، كاين الكلاك وكاين وجه، شنو غادي يوقع الى استقبلتي؟ الله على المصطلحات. هنا فين غادي تسخن القضيه. الحلقه الزينه هي حتى تجي واحد الحراره ديال 76 الف درجه سيلسيوس اللي كتعادل 12 مره درجة حرارة سطح الشمس، وحتى الضوء كياخد واحد سنتي سكوند باش يدخل العين ويتحلل من الدماغ. ولكن الضربة حيت غادا بسرعة الصوت فغتاخد فقط 0.29 سنتي سكوند باش تجيلك. إلا كانت بيناتكم متر، يعني حرفيا ما غاديش تعرفها منين جات. لحولنا هاد لي جول الكيلوطون ومشينا للموقع نوكيما يعطيك شانتيو على شنو كان ممكن يوقع على شكل دائره التاثير، يعني مساله واش انت مازال كاين ولا لا ما بقاتش مهمه. المهم هادشي كامل، تقلقوا في السيطره ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا.